طيب مساء الخير يا شباب، السلام عليكم. لو كل معايا يكتبوا لي واحد، تمام هنبدأ على بركة الله. طيب أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. السنة الجديدة هنبدأها إن شاء الله، وخصوصا سنة التداول الجديدة. شايف ناس كتير ما شاء الله من الأصدقاء القدماء، أنا كنت منقطع بقالي فترة عن الويبينارات، بس عدنا وحكون موجود معاكم بشكل مكثف الفترة القادمة بإذن الله. اليوم الموضوع اللي هنتكلم عليه موضوع الكلاسترات السعرية، أوكي؟ طيب عايزين نقول نقطة بس، أو قبل أي حاجة، أي محاضرة أنت هتسمعها أو دورة هتسمعها أو تحضرها، رقم واحد فيها إنك تطبق بعدها، وتطبق مرة واثنين وثلاثة، وتبدأ تسأل عشان تقدر تستفيد الفايدة الأكبر. زيها زي سواقة السيارة، لما بتيجي تسوق السيارة لو خدت بس فهمت الحاجة من غير ما تطبق، زيها زي قلتها للوقت اللي انت اتعلمت فيه. نفس الموضوع في التريدينج، انت محتاج تطبق مرة، محتاج تخسر وتكسب، لان ده بيكون مع الوقت زي ما بيقولوا ايه، تزلرن كيرف، يعني حاجة بتكبر معاك مع الوقت، تمام؟ فانا الهدف اليوم ان شاء الله هتكلم عن خطوات عملية وانا بعدها ستيب باي ستيب، عشان تقدر ترسم الكلاسترات السعرية او مناطق الدعم والمقاومة. مش هتكلم عن مناطق العرض والطلب نهائي، هتكلم مناطق الدعم والمقاومة بشكل منظم وسهل عشان تقدر تاخد القرار، تمام؟ المطلوب بعد كده انك تطبق، تبعت لي على التليجرام، ترسلنا على التليجرام او عن طريق تويتر في الخاص، ترسلني اقدر لو في عندك اسئله اناقشك فيها، بحيث ان احنا نقدر اقدر اظبط معاك الاشارات او القراءات بتكون بشكل سليم ودقيق، تمام؟ لو الناس معايا الى الان يكتبوا لي واحد عشان نبدا على بركه الله. طيب نبدا على بركه الله. لما نتكلم عن الكلاسترات السعريه، او يعني ايه كلاستر؟ يعني ايه كلاستر؟ يعني زحمه. كلاستر يعني زحمه، يعني انا عندي حاجه واقفه، يعني زي عندك واحد واقف، اوكي، ده لوحده، ده يبقى اثنين، لما يزيد كذا حاجه على بعضها بنسموها كلاستر. الفكره في السوق، العامل في اسواق المال بيعتمد على ثلاث حاجات. دايما بقول انا برسم المثلث ده في كل محاضراتي، تمام؟ انت عشان تقدر تتقن السلوك السعري او تتقن التداول، محتاج دايما تسال نفسك ثلاث حاجات او ثلاث اشياء بالظبط. الاتجاه، المكان، النموذج، تمام؟ يعني انا فين مكاني؟ لو مكاني مكان شراء، فلما يتكون عندي نموذج من نماذج الشراء يبقى الفرصه يبقى ممتاز ولا لا يا شباب؟ لو المكان مكان شرائي يبقى ممتاز. طيب لو كان كمان الاتجاه صاعد يبقى خير وايه وبركه، يكون ممتاز جدا. اليوم شغلنا على الكلاستر كله عشان نقدر نحدد مكان، المكان ده جيد للشراء او جيد للبيع. يعني انا احدد مكان لما تظهر عنده نموذج، يبقى النموذج ده ليه قيمه. النموذج ده يعني شموع، اختراق ترند، دايفرجن، وات ايفر، مش ده موضوعنا. كل موضوعنا اليوم على المكان، وعلى رأي محمد عبده الاماكن، هي الاماكن هي الاساس. لما تعرف الاماكن دي قويه يبقى هيكون عندها اكشن، فلما يكون عندها اكشن او سلوك معين يبقى السلوك ده نسبه نجاحه عاليه، تمام؟ يبقى الكلاسترات هي زحمه رقم واحد، اثنين وهو اساس المحاضره بتاعتنا الرسم، ازاي اقدر ارسم الكلاستر. طيب خليني قبل ما اخش في السلايد الثاني اسمع منكم انتوا يا شباب مشاركات كده، قولوا لي ايه انواع دعم المقاومات؟ يعني ادوني اشكال للدعم والمقاومات، يعني مثلا في يعني الترندات دعم ومقاومه، ايه تاني؟ عايز اسمع منكم. موفينج، متوسطات، حلو. مين كمان؟ ايه كمان؟ يلا عايز اسمع منكم يا شباب، قولوا يلا سخنون الدنيا. فيبو، حلو حبيبي يا ثامر، حيا الله ثامر. فيبو ايه تاني؟ عرض وطلب، ماشي. عرض وطلب ده نوع مخصص من انواع الدعم والمقاومات، مش هنتكلم عليه الان. الفجوات، حلو. البولينجر، جميل. ايه كمان؟ يلا شباب ناخد كمان تريك وبعدين نخش اللي بعده. قيمه مكعان، الله ينور عليك، حلو. طيب الى الان انت ذكرت تقريبا معظم الامور. هي النقطه دايما، خليني اسالكم ده سؤال بشكل ثاني، هو مين اهم من مين؟ مين الاهم؟ هل الاهم مثلا الفيبو ولا القيمه مكعان؟
يعني دايما هي الفكره كلها ان معظم الناس بتتوه او بتتلخبط، ابدا بمين؟ طب لو انا عندي هنا قمه وقاعه، طب ارسم مين فين؟ الهدف من اليوم، الهدف من اليوم ان ناخد تسلسل عملي ونعرف ازاي نقدر نقيم مين اقوى من مين. اتفقنا؟ تمام؟ طيب ناخد اللي بعد، نبدا. طيب هنا الان زي الصوره دي كده، لو اكبر شويه بس الفونت عشان يبقى واضح. اوكي ادي الفونت. الدعوة والمقاومات الافقيه اللي هي عباره عن اهتمام وايه؟ واقعان. حلو تمام. والمتوسطات البولينجر، كل دي الشموع المتداخله، كل دي هي الادوات اللي عندنا احنا نستخدمها. اتفقنا؟ ده مقاومه، خطوط اتجاه، ترندات، يعني الفيبو ممتدات، الشمعات الفوليوم العالي، الشمعات المتداخله، الجبات، يعني معظم اللي انتوا قلتوه كلام سليم كله. الفكره بقى احنا قلنا انه كلاستر، يبقى انا عايز مكان يتوفر فيه كذا حاجه من الحاجات المذكوره دي، صح؟ تمام؟ طيب يبقى دايما كده، يبقى انا الان هفتح شرط ونطبق الكلام ده مع بعض، نطبق الكلام ده مع بعض. اول حاجه عايزكم تعودوا نفسكم عليها وتفهموها، ان الخطوط او الكلاسترات هي عباره عن رنجات او مسارات طالعه ونازله. يعني ايه يعني ايه رنجات؟ يعني مش مجرد خط. خلينا ننضف شرط خالص كده. يعني هي مش مجرد خط، دي انت لازم ترسمها كانك بترسم زي مناطق العرض والطلب، لازم ترسم منطقه للكلاستر، لان المنطقه دي هي اللي عندها الاكشن. طيب خلينا نبدا الان الخطوات. دايما لما تفتح اي شارت فاضي او ليفل، اول حاجه بتبدا بيها هي رسم الدعوم والمقاومات الافقيه اللي هي بتعتمد على القمم والقيعان. تمام؟ الدعوم والمقاومات الافقيه اللي هي بتعتمد على القمم والقيعان. جميل. طيب اهم حاجه عندي هنا ان كل ما يكون المستوى اللي انا برسمه تمت لمسه لاكثر من مره يكون مهم. خلي بالك ده عكس طبعا العرض والطلب، يعني ده العرض والطلب انا بتكلم هنا كدعم مقاومه. تمام. اوكي الخطوه الاولى اللي انت بتعملها، انت بتروح على الشرط. خلينا همسح المتوسطات زي ده، بتقوم قالب الشارت ده للاين شارت، لشارت خطي. يعني اول حاجه عشان ارسم صح بقلب الشارت لشارت خطي، عشان عايز ارسم النقط الاكثر تلامسا وحصل عندها اكشن. تمام. طيب اقوم واخد خط الافقي واجي راسم هنا عندي الجزء السفلي، مش فيه ملامسه الثانيه او لا؟ طيب هاجي هنا بعدها، كل ما يكون عامل حرف 8 كده او حرف 7، شايفين؟ يعني كل ما يكون الحرف اللي زي كده 8 7، كل ما يكون الاكشن كده يكون هو دي المناطق اللي انا بدور عليها. اوكي يا شباب؟ طيب جيت هنا اهو، رسمت الخط هنا. طيب خطي خطي خطي، خشوط ده كله خطي، هنشتغل مش لوجاريتمي. شيلان بيسال لوجاريتمي وخطي، لا هنشتغل خطي جدا. تمام. فانا الحين باجي ارسم، خلي بالك انا برسم هنا. طب انا ممكن زي ما بيقولوا ايه، احيانا ببقى في منطقه مشتركه زي دي، شايف الحته دي منطقه مشتركه، مش مشكله برسم هنا على اي واحد فيهم، لان بعد كده هنبدا لما نرسم منطقه هنقدر نغطي كذا مكان. طيب هنا ده بالنسبة لي مهم، طب ده ليه مهم؟ تعال نشوف الخط ده. هنا أنت كم نقطة لمستها؟ نقطة واحدة صح؟ هنا عندي نقطة 2 3 4، فالخط لما بيتكرر معايا بالشكل ده بروح أخلي الخط شكله إيه؟ أثقل شوية، بديله درجة سمك أعلى عشان أوضح إن الخط ده ماله؟ مهم بالنسبة لي، تمام؟ اوكي في نقطتين بس ازود له ايه درجه. جميل. لو اوكي اكتبوا لي واحد نفس النظام. تعالى هنا ادي قاع اهو، قاع شار نزلنا خسرناها. ماشي نطلع فوق كل ده، انا بقعد ارسم الخطوط دي كلها. ماشي بص هنا، جيت هنا ادي 1 2 3 4، ده مهم. اوكي
انا هنا عملت يا شباب، قدرت اقسم الشارد لمناطق او لدعوم ومقومات افقيه بناء على لاين الشارد شكلها سهل، عندها نقط التفاف مهمه، حصل عندها تكرار للحركه. تمام، واضح. طيب نيجي هنا فضل واحد، حاجه زي دي كده شايف هنا، لو لاحظت الخط ده والخط ده قريبين من بعض جدا ولا لا؟ يعني انت بص، انت لو لاحظت ان تقريبا كل المستويات بتبعد بعد معين عن بعضه، اما لما حتى دي اعلى شويه بس الان نفس المستويات، لما تلاقي خطين وانت بترسم الافق قريبين من بعض كده، لا اختار واحد فيهم. تمام، اختار واحد فيهم. طب هتختار مين فيهم؟ هتختار مين فيهم اللي حصل عنده اكشن مهم؟ يعني بص، الاكشن ده صعود صاروخي صح؟ هنا اتذبذب عندما ما نزلش نزول صاروخي او عملش اكشن، فانا هعتمد على اللي فوق. واضح شباب؟ لو الى الان واضح اكتبوا لي واحد. الموضوع انا عايزك تبقى عامل بص زي الروبوت زي الاله، عارف شات لاين شار، خطوط خطوط افقيه، لما يكون عندي التلامس اكتر هو دي الخطوط اللي انا بركز عليها. شكرا. تمام، واضحه. طيب اهو بعد كده بالي قال مرجع الموضوع زي ما كان، رجعت شموع يابانيين. شكرا، رجعت كده شموع يابانيه. حلو، كل اللي عليك هتعمله الان، كل اللي عليك هتروح تختار مستطيل الشكل بتاع الشيء بتاع المستطيل ده عشان بس احدد مناطق او كلاس او احدد منطقه. شايف الخط ده؟ روح على الاقل ديل متحته وعلم عليها، يبقى عندي كده دي المنطقه اللي تحت ده. انا كنت كان قمه صح؟ مش كنت كان اخترت قمه ورجع، هقوم عامل خط كده. تمام، ده بالنسبه لي 1 2 3 4، ادي اعلى هاي هنا اهو. يلا تمام، يلا هنا كان له، يلا اهو برسم الديول او السبايكس اللي حصلت عند الخطوط دي. طيب هنا شايف ده زحمه طويله قوي او اكشن طويل، ما عنديش مشكله، هو اضطر ارسم من اعلى قمه كده كده كل ده على هاي لغايه هنا قمه. انا ايه اللي عملته هنا شباب؟ كل اللي عملته ان انا بدل ما اشتغل على خطوط انا قسمت الشارت لمناطق. ليه؟ لان المناطق دي الاكشن عندها هو اللي انا هعتمد عليه. تمام، واضح. هنبدا بقى نتقل اهميه المناطق اللي انا هاخد عندها قرار بناء على بقيه المناطق الثانيه. ايه المناطق الثانيه اللي هي دي؟ يعني انا هنا خلصت ده، هستنى اخر حاجه هتكلم عليها خطوط الاتجاه. اخر حاجه انا هتكلم على الفيبو. الان لو رسمت فيبو ولقيته ماشي مع منطقه او مع خط من منطقه بالبوكس من البوكسات دي، يبقى اهميته اكتر ولا لا؟ انت عندك هيبقى عندك قاعده في المضاربه، لما يكون عندك تو او يعني زي ما بيقولوا ايه، عنصرين اثنين، يبقى في فرصه للتداول. ثلاثه، يبقى الان الفرصه دي اكبر. اربعه، انت ممكن تعلق امر، مش محتاج تستنى اكشن، مش محتاج تستنى شمعه، ممكن امر معلق في المنطقه دي. تمام، واضح يا شباب الترتيب الان؟ اوكي، لو واضح تقولي واحد. طيب نرجع تاني، انا هنا خلاص. طيب الان رسم الفيبو، ركزوا بقى معايا في رسم الفيبو، لان الناس اسالكم سؤال. طب خليني اسالكم عده اسئله. ارسم الفيبو كده ولا كده ولا ارسمه على الموجه دي؟ يلا كل واحد يقول لي مشكله، لان دي مشكله الفيبو الرئيسيه. هو من اللون الهاي بس هترسمهم على اي موجه؟ يعني انا كل خبرتي مع الناس كنت دايما يحصل له ايه؟ كل واحد يرسم الموجه على من الموجه اللي هو عايزها، ممكن واحد يرسم لك من الموجه قمه عادي جدا صح؟ وفي اخر موجه، هل ارسم على اخر موجه؟ طب اخر موجه ها ارسم على ايه؟
يلا عايز اسمع منك. دي مشكله الناس، هي لها طريقه، هي لها مبدا، الموضوع ليه فكره، ليه مبدا تقدر ترسم عليه عشان يبقى قرارك سليم وواضح. قولوا لي، انا بمخمخ معاكم، قولوا لي ازاي نرسم الموجه؟ هل نرسمه على اخر موجه؟ ولا نرسمه على كل الموجات اللي موجوده عندنا طالعه نازله؟ تمام؟ ولا نرسم على الموجات الطويله جدا، اطول موجه في الشارت؟ ها، ايه رايكم؟ مكان الفوليوم الاكبر زي ما بيقول. ماشي، ايه تاني؟ اخر موجه حليم، حلو. من مكان برايس اكشن ده افكار. انا هريحكم وتفهموا انتوا بس الصوره دي عشان تبقى انتوا فاهمين الفكره. هو ايه هدف الفيبو؟ واحده واحده، لما تحضر في شيء ارجع لاصله. هو ايه او ايه الهدف من الفيبو؟ الهدف من الفيبو او مبدا الفيبو بيقول ايه، او النظريه بتقول ان انت عندك حركه خارجيه بتحصل، فالفيبو وظيفتها انها تحدد لك اماكن الارتداد الخاصه بالحركه دي، صح؟ مش ده الاساس، مش ده الفكره بتاعت الفيبو فيبوناتشي؟ يعني لما استخدموا نظريه فيبوناتشي ان هي اسمها فيبوناتشي ريتريسمنت، تصحيحات الفيبو. فانت كل هدفك انك تحدد نقطه الارتداد عشان يحصل حركه مكمله للموجه الرئيسيه دي، صح ولا لا؟ تمام. فيبقى المبدا عندي الاول ان يكون في موجه، يكون في موجه ام عشان تكون الموجه اللي هترتد من الفيبو موجه ارتداديه. تمام، يعني يحصل ان ارتداد عشان تكمل الموجه الاعلى، او بيسموه بتوع الهارمونيك اي بي، وانت في الفيبو بتبحث عن النقطه دي عشان تروح تحقق الهدف ايه دي. تمام، واضح يا شباب؟ طيب ده معناه ايه؟ ببساطه انت كل اللي عليك الحركه امتى تكون في موجه؟ لما اكسر قمه لفوق كده معناه ان الموجه دي بقت موجه صعبه. لو كسرت الداون بقت عندي كده موجه ايه؟ هابطه. فانا دايما برسم الفيبو هنا على الموجه دي اللي قدرت تتجاوز قمه. اخر موجه قدرت تتجاوز قمه هي اللي برسم على اساسها. تمام؟ اخر موجه قدرت تتجاوز قمه هي اللي برسم عليه على اساسها. برسم عايزها ليه؟ عشان احدد فين مستوياتي في المبدا. بيقول ايه؟ ما دخلت قمه اعلى من قمه وقاع اعلى من قاع، فبناء على مبدا نيوتن للحركه ان السيل حتى لو عمل ارتداد هيرجع يكمل حركته الاعلى، صح؟ مظبوط؟ الا لو كسر القاعده، ما هو كسره للقاعده معناه انه تجاوز 100% فيبو، وهو بيقول على نظريات الفيبو ومبادئ الفيبو ان كده الحركه حصل لها انعكاس. تمام؟ يبقى انا لما ارجع للشارت زي ده كل اللي عليا انا هنا لو جيت ابص هنا اخر قمه دي، شايف دي انا هنا طلعت لفوق، صح ولا لا؟ قمه قاع قمه، بس القمه دي ما تجاوزتش القمه دي، فين اخر قمه تجاوزناها؟ هي دي، صح؟ مش دي اخر قمه تجاوزتها، قمه واضحه، دي قمه داخليه، خلي بالك دي قمه داخليه غير الموجه دي. يبقى انا عندي هنا بالاكشن ده، يبقى هي دي الموجه اللي انا هرسم عليها ليه؟ واضح؟ واضح يا شباب؟ واضحه؟ طيب عشان تبدا تكون انت واخد السيكونس مظبوط، واخد المبدا مظبوط، خلينا ناخدها واحده بواحده. هو انا عشان احدد قيمه مكعب، خلينا ناخدها واحده بواحده، خلينا نرسم موجه. انت كده اللحظه دي بترسم فيبو هابط ولا صاعد؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بترسم فيبو هابط ولا صاعد؟ بالشكل ده. هابط، متفقين؟ يعني كل شغلانه ترسم فيبو هابط، جميل؟ يعني شغلك كله ترسم فيبو هابط، تمام؟ الله ينور عليك. طيب امتى هتبدا ترسم صاعد؟ الماركت عامل كده. الان لما الماركت يتجاوز اخر قمه عامله قاع، اللي عامله القاع، يبقى الان هبدا هنا افكر ارسم الفيبو الصاعد ولا لا؟
كده في تغير في الاتجاه ولا لا؟ كده في تغير في الاتجاه. طيب الآن بما ان ديت هتجاوز القمه دي اقدر ارسم الفيلم، اقدر ارسم الفيلم من هنا لهنا. طيب جان ماركت قدر يتجاوز القمه دي تاني، خلاص شكرا، هرسم الفيلم الآن من هنا لايه؟ لهنا. واضح؟ واضح طريقة التسلسل في طريقة الرسم أو الفكر إزاي هتقدر تقرأ ترسم الفيبو؟ طيب حلو قوي، لو واضح تكتبوا لي واحد. أنا هاجي هنا كل اللي عليها أروح الفيبو ريتريسمنت، أرسم من هنا لأعلى قمة بالنسبة لي. طيب نقول نقطة بقى هنا. أكبر الشرط بس شوية. أدي الموجة أهي، خلاص أدي الموجة. أنا عندي المستويات، عارفين فين أهم المستويات في الفيبو؟ اللي هي الحتة دي. شايفين الحتة دي؟ اللي هي ما بين الـ 38 والـ 61. أنا كل اللي هعمله، كل اللي هعمله أي خط من الخطوط دي متوافق مع أو منطقة المشتركة، أو خلينا نقول مش خط، المنطقة المشتركة ما بين البوكس ده والبوكس ده هي المنطقة اللي هنركز عليها. فلقيت المنطقة المشتركة اللي هو الخط ده، هقوم الخط ده بشكل إيه؟ كبير كده عشان يبقى واضح. اللي هو الـ 38% فيبو جمع المنطقة اللي فوق دي، صح؟ ده واضح يا شباب؟ واضحة؟ أنا كل اللي همد في الموضوع إن أنا أحدد بس فين المناطق الكلاستر. بص الآن أنا كنت في منطقة عريضة، بديت أحدد مع المنطقة العريضة منطقة إيه؟ أصغر، اللي هي الخط ده، اللي الخط السميك ده الصغير اللي تحت ده، هو ده المنطقة بتاعت الارتداد عندي، المنطقة اللي أنا عندها آخد الأكشن أو القرار. جميل؟ طيب الفيبو، نرجع تاني، الفيبو مكتين، يا بترسمه تصحيحي او بترسم اكستنشن، يعني ان هو هيقف فين، الحركه هتقف فين. تمام؟ طب عشان ترسم الفيبو اكستنشن بترسمه على الموجه الفرعيه، يعني بنقوم راسمين الفيبو بشكل معاكس على الموجه دي، فبيقوم طلع لنا الامتدادات اللي هنا اللي الماركت هيقف عندها او الكلاستر بتاع المقاومه. ممكن تستخدم الفيبو اكستنشن، بس انا بتكلم انه باداه الفيبو ريتريسمنت. واضح؟ يعني انت الان بالتسلسل اللي احنا قلناه من شويه، قلنا ان احنا ان دي موجه ودي موجه فرعيه، صح؟ اوكي كده؟ وان الموجه وانا رسمت الصاعد على الموجه الصاعده دي، صح ولا لا؟ فعشان احدد الموجه دي هتقف فين، بقوم على الموجه الفرعيه اللي هنا رسمها بالعكس من فوق لتحت. فبيكون عندي هنا ايه؟ مستويات هي 127 161 261. اوكي؟ دي كلها المناطق او المستويات اللي هيكون عندها انا ارى ان الماركت هيبقى زي ما بيقول هيعمل كوركشن، هيبقى في اكشن عنده، في حركه. خلينا نرسم بس بشكل مظبوط شويه. واضح؟ فانا هروح الان عامل خطوط اهي عند ال 127 المناطق المشتركه، ال 161 مش هبص له لانه مش متوافق مع حاجه، وال 261 واقوم عامل هنا بتاع الخط ده شويه كده وبتاع الخط هنا. واضح يا شباب؟ الى الان واضح؟ انا عارف عملت ايه الان؟ انا الان اللي عملته لو لاحظت، يعني من اول ما الماركت بيخترق القمه دي انا قلت ان المنطقه ده او الخط ده خط مهم متوافق مع المنطقه دي، يا دوب بس الماركت خبط فيه اكشن تك راح ايه نزل، وصل هنا في شمعة شرائيه هنا، عندي في فرصه شراء هنا. واضح يا شباب؟ لو واضح اكتبوا لي واحد. انا هعمل ريكاب في الاخر، هعمل مراجعه في الاخر، مش مشكله، بس انا بحاول انكم تبقوا انتم معايا في الجو. يبقى انا الان خطوات، قلت ايه الخطوات؟ يلا نعملها كده. فين النوتات؟ احنا الخطوات اللي عملناها كانت ايه؟ رسمنا كده مناطق او الدعوم والمقاومات الافقيه على الشارت الخطي، وبعدها رسمنا مستطيلات لتحديد مناطق الدعم والمقاومه، ماليش دعوه بالعرض والطرد،
تمام. وبعدها عملنا ايه؟ رسمنا الفيبو صح على اخر موجه صاعده، ده بيسموه الفيبو ايه؟ ريتريسمنت. اوكي ريتريسمنت، تصحيح ريتريسمنت بنقعد اهو. وبعدها الفيبو او امتداد الفيبو، وبعدها امتداد الفيبو على الموجات الفرعيه. اوكي وحددنا المناطق المشتركه. احنا قلنا ايه اول الكلام؟ خلي بالكم قلنا ايه؟ قلنا لو من اول اثنين ثلاثه متوافقين مع بعضهم يبقى عندي ايه؟ انتظر سلوك شموع للدخول صح؟ طيب اربعه وفوق ممكن نعلق امر. واضح عشان الطريقه الى الان؟ واضح؟ نخلي ده على جنب كده. طيب نرجع، تعالى نيجي بعد شماعات الفوليوم العالي. ايه شماعات الفوليوم العالي؟ هو يعني ايه فوليوم عالي؟ فوليوم بس اسواق المال، اسواق مبنيه على الاحتكار، مبنيه على هوامير، مبنيه على صناديق ضخمه، هو بيج جايز وات ايفر، كل ده كل ده معناه ان في سيوله ضخمه هي اللي بتحرك السوق. تمام، فوجوفه دايما مناطق السيوله العاليه او مناطق الفوليوم العالي هي مناطق اكشن صح ولا لا؟ ما دي المناطق اللي فيها صناع السوق، وبالتالي السوق لما يرجع لمناطق صناع السوق اللي هم ان كان بيخشوا بمحافظهم او بيطلعوا بمحافظهم يبقى السوق لازم يحترم المناطق دي. تمام واضح؟ خضيت. طيب اوكي تعال نعمل هنا. طيب هنا انا لما اقول فوليوم عالي يعني ايه فوليوم عالي؟ يلا فوليوم عالي احفظها كقاعده، فوليوم عالي يعني انت فوليوم لما تبص للفوليوم اون ذا شارت بيبقى واضح، واضح اعلى من الجميع، اعلى من الاكشن يعني واضح، يعني بص ده فوليوم عالي، ده فوليوم عالي، بص اعلى واضح واضح يعني كلير، ده فوليوم الترا الترا هاي، كل دي بالنسبه لي ايه؟ فوليوم. فانا كل اللي هعمله هقوم واخد المستطيل احدد على هاي ولو الشمعه اللي فيها فوليوم عالي، يعني كمثال مثال يعني مثلا دي هنا فوليوم عالي، فالان الشمعه دي كده اصبحت بالنسبه لي مستوى ايه؟ مهم صح؟ طول ما انا فتحتها يبقى ده ايه؟ مقاومه ولا دعم؟ يا شباب طول ما تحتها مقاومه صح؟ فبالنسبه لي حتى كل ما يطلع يعني بص انا نزلت تحتها كل ما اطلع مقاومه يعتبر فرصه للبيع. نفس الاكشن تعالى هنا دي الشمعه دي، بص هنا دي شمعه الترا هاي فوليوم، يلا دي شمعه الترا. طب الان الشمعه دي زحمه الزحمه واكشن وكده، الشمعه دي انا جاي لها من تحت لفوق، ايه من تحت لفوق ما طلعتش فوق، الان انا اكشوالي هنا في مناطق مقاومه ولا مناطق اشداد دعم؟ انت جاي لها من تحت لفوق، انت مش فوقها، هاي الشمعه دي، الشمعه دي انت جاي لها من تحت لفوق، انت لسه ما طلعتش فوقها، طلعت فوقها؟ هل انت طلعت فوق يا شباب؟ هل طلعت فوق الشمعه دي؟ لا، وانت جاي من تحت، يبقى هي بالنسبه لك مقاومه ولا دعم؟ مقاومه. اوكي طيب يبقى الان انا جات لي فرصه زي دي، ان انا عندي كلاستر وجات عنده فرصه، بس انا واقع الامر موجود الى الان عندي المقاومه دي وعندي المقاومه دي وعندي مقاومه الخط، يعني اكثر الحاجات اللي هنا مقاومه ولا دعوم؟ ايه الاكثر؟ ايه الاغلبها بالمين؟ يعني عندي كم مقاومه وكم دعم؟ انا عندي الدعم ده بتاع الفيبو والدعم بتاع القمه دي، حلو؟ طيب وهنا جاي لي مقاومه من البوكس ده، وجاي لي مقاومه من الخط ده، ومقاومه من اللاين ده، ومقاومه من فيهم 127، يبقى عندي ثلاثة اربع مقاومات وعندي دعمين، يبقى هنا هل ده مكان جيد للشراء ولا استنى السوق هنا يطلع فوق وبعد كده يعطيني فرصه؟ ليه؟ انت ما بين يعني انت قدام حيطه وبعد اختبار، انت في حيطه قدامك جدار، بس طب ليه اعمل مأمن؟ هو في حاجه هنا الدنيا هنا فاضيه؟ الدنيا فاضيه، استنى اطلع بره دي او على الاقل ينزل لهنا يعطيك اكشن تاني، يبقى عندك سبيس، بس لما يجي لك المقاومه والدعم كده يبقى خلي يبقى الافضل ان انا ما اعملش اكشن.
حلو، واضح يا شباب. يبقى انا كل اللي هعمله هعلم على شمعات الهاي فول نفس دي، يلا نفس المبدأ. بس الان تعالى هنا، دي شمعة، دي شمعة هاي فوليوم صح؟ اهو نفس الى الان. انا هخلي بالك الى اللحظة لو عملت الخط ده كده، انا الى الان تحت قمة الخط ده صح؟ يعني خلينا نعمل زوم اوت شوية عشان تبان الدنيا اكتر. انت الان برضو وصلت، يلا دي هنا فوليوم عالي، شايف دي فوليوم عالي، فوليوم عالي حاجه، بس هرسم الخط ده كده. انا الى الان موجود فين؟ داخل مناطق الفوليوم عالي ولا لا؟ وفي شمعة فوليوم عالي هنا لا. يعني هنا في خناقة ولا لا؟ في خناقة، الأفضل أطلع فوق. لو طلعت فوقها يبقى إيه رأيك؟ قبل ما انك تطلع فوقها معناه انك انت بقيت فوق مستويات الفوليوم العالي، يعني فوق مستويات او متوسطات محافظ صناع السوق، فده بيعطيك اكشن تتحرك لفوق ولا لا؟ يا شباب واضح يا شباب؟ انتوا نمتوا مني ولا ايه؟ الو يسعد، الله ينور عليك، حلو جدا. طيب لو كل واضح الان نكتب واحد. حلو قوي. طيب يبقى خلصنا الفيب وخلصنا الفوليوم العالي. الشمعات المتداخله، يعني ايه الشمعات المتداخله؟ الى الان ليطلع فوقها، معنى الشرط ده بيقول ان لما يطلع فوقها يبقى او فوق الفوليوم العالي فوق المقاومات او يخترق يبقى في اكشن بالنسبه له. الموضوع عامل علوك زي ايه يا شباب؟ بصوا خلينا نشبهها، اتخيل معايا ان ده خط قطر ترين، اوكي، وعندك هنا محطات تمام، وانت شغال بتتحرك، ادي دعم وادي مقاومه، فوصلت عند المحطه دي. لما يكون في جدار هنا والجدار هنا قوي هيقاوم حركتك ولا لا؟ مظبوط؟ يعني لو كان الجدار اقوى من الحركه دي هيرجعك لتحت، مظبوط ولا لا؟ طب تخيل بقى ان الجدار ده قوي جدا 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 عامل كده سميك، وانت والحركه جت قويه وبتضغط بكل ما عندها، فتخيل لما تكون انت بقوتك بتضغط على حاجه قويه صبه، هيحصل ايه؟ لو حصل اختراق هيبقى فوق، هتلاقي الانفجار ايه؟ قوي. تمام؟ واضح يا شباب؟ فدي ميزه الكلاسترات، ان عندها مناطق، او احنا كان ده في الدخول والخروج، ان هي بالنسبه لي مناطق للخروج او للدخول، يا اما اطلع فوقها تبقى فرصه ان انا اكمل تمام؟ او ان انا هخرج من عندها عند الحركه، بس هي محطه تروح عندها صح ولا لا؟ واضح يا شباب؟ اوكي؟ نيجي بعدها كنت بقول ان انا عندي غالي الشموع المتداخله والمسارات الافقيه، يعني ايه؟ زحمه. يعني اي مكان زحمه. زحمه يعني ايه؟ هو ايه يعني ايه زحمه؟ يعني هنا مثلا زي النماذج المثلثات والكلام ده كله، شايف هنا دي مش زحمه، شموع اوبن هاي لو كلوز، يفتح ويقفل يفتح ويقفل يفتح ويقفل صح؟ اكشن مظبوط؟ دي بالنسبه لك تعتبر منطقه مقاومه ودعم. كده على طول ليه؟ لان انت لو رحت على فريم اكبر، ما هو كل ده معناه ان الشمعه او السوق فضل هنا لمده اسبوع اسبوعين ثلاثه، فما دام السوق فضل في مكان طويل معناه ان في صن... في في بياعين ومشترين كتير. تمام؟ مظبوط عادي. تمام؟ واضحه؟ واضح يا شباب؟ يعني انا من جهه افقيه مثلا هنا، هنا مثلا شايف هنا في رينج كتير، خلاص يبقى ده بالنسبه لي مقاومه. طب تعالى نشوف هنا زوم اوت كده. يعني شايف هنا؟ الرينج هنا زحمه زحمه زحمه، فده مش سهل. الزحمه دي بتقول ان في زحمه كتير، في اكشن طالعين نازلين، خصوصا لما يكون الرينج ضيق زي كده. شو اب داون اب داون اب داون، فوق تحت فوق تحت فوق تحت، دي معناها ايه؟ معناها ان مليان حد. كل ده ملوش دعوه بالعرض والطلب، انا بتكلم هنا كدعوم ومقاومات، العرض والطلب مبادئه مختلفه. واضح يا شباب؟ واضحه؟
اوكي الى الان يعني احنا قلنا ايه شويه، قلنا اهو خلاص قلنا هنا وحدد المناطق المشتركه، قلنا هنحدد الفوليوم شمعات الفوليوم العالي، وبعدها قلنا شمعات المناطق المتداخله هاي ولو شمع او سوري افتتاح واغلاق شمعات كثير. جميل تمام. اخر حاجتين اللي هم المتوسطات الجابات الولينجر نفس الموضوع. الجاب يعني ايه؟ انت عارفين الجاب؟ الجاب يعني الجاب يعني حركه سعريه، يعني جاب زي ده. يلا شايفين الجاب دي؟ يعني ايه جاب؟ جاب يعني حد قدر ينفذ اوردر كبير بس ما كانش فيه كميه مكافاه. فانت كل اللي عليك هتقوم عامل ايه؟ حاطط خط اول الجاب وخط يلا الجاب فتحت فين؟ يلا ادي الفتحه فين هنا او عند الجاب كامله خلينا نقول ادي الجاب. اوكي؟ وضحت الحته دي؟ حلو؟ يبقى الجاب نفسها تعتبر ايه؟ دعم ولا مقاومه؟ انت تحتها تعتبر مقاومه، فوقها تعتبر ايه؟ دعم. واضح؟ اوكي؟ وخصوصا خصوصا لما تيجي مع حاجه زي كده. يعني لما تكون كسره قاع، يعني تخيل معايا ان الدعم ده هي عباره عن شمعه ايه؟ تخيلها شمعه طويله. حلو؟ وفوليوم عالي، فانت بتحدد مستواها الهاي واللو، فبتحدد الاكشن بتاعها. تمام؟ واضح؟ واضح يا شباب؟ يبقى انا هنا كل دي بالنسبه لمستويات كل دي اللي انا الى اللحظه دي اللي انا شايفه على الشار، ومن الخلاصه اللي احنا طالعين بيها ان انا في منطقه زحمه مستني اطلع فوق، هي دي اللي فيها الاكشن، هي دي اللي فيها الكلام كله، صح ولا لا؟ حتى دي منطقه شر بس ضعيفه ولا قويه؟ لا دي منتظره تاكيد لان ما عندناش حاجه تاكدها، صح؟ دي منتظره تاكيد ان مفيش حاجه تاكدها، كل الكلام ده مفيش حاجه تاكدها الان. دي دي مناطق للبيع، دي بالنسبه لي ما فيهاش اي اكشن، لما اطلع فوق هتبقى فرصه للشراء ممتازه. واضح؟ ده الجاب. اخر حاجه المتوسطات. ايه المتوسطات؟ احنا عندنا ايه متوسط؟ ال 20 بصوا، ومتوسط ال 200 دايما اهم متوسطين عندنا. ليفلاتهم او المناطق اللي عندها مهمه، يعني زي بس ال 20 يعني القيمه الاخيره، شايف قيمه ال 20 لو جايه مع خط هتقوم تقل الخط ده، تقوم تقله. ال 200 لو متوافق مع خط هتقوم تقله، لو متوافق يعني هو كل ده ادوات ايه؟ تاكيد، ادوات تاكيد، يعني انا ما بتداولش بالمتوسطات لوحدها، هي بالنسبه لك لو اخر قيمه جايه ملامسه الخط، يعني مثلا لنفرض ان ال 200 ده عامل كده مثلا جه هنا ووقف كده، يبقى الخط ده اهميته ايه؟ تزيد. تمام؟ واضح؟ نيجي بعد كده اخر شيء البولينجر باند بنضيفه، ونختار البولينجر باند العلوي والسفلي، يعني نفس الموضوع اللاين العلوي. بص العلوي هنا مهم خلاص، يبقى بالنسبه لنا لو كان حلو عند الخط ده انا بقول الخط ده بيزاد ايه؟ اهميه. يعني مثلا الحته دي انا اقول مثلا البوكس ده نكبره شويه، نقول البوكس ده مثلا خلاص صار عندي ايه؟ اهميته ايه؟ زاد. ليه؟ لان اللاين بتاع البولينجر العلوي جاي متوافق مع الخط. واضح يا شباب؟ بيكون مقاومة. تمام؟ يبقى انا هنا كل اللي عملته قدرت اطلع بترتيبه او بتسلسل للحركه. طيب انت الان كدخول وخروج الموضوع بسيط خالص. شكرا. نرجع هنا اللاين بتاعنا. احنا قلنا في محطات، ادي محطه. المحطه دي مثلا مليانه زحمه. انت الان لما توصل لها قرارك ايه؟ بيع خروج ولا لا؟ خروج. طيب اخترقتها يبقى اصبح ده المقاومه الكلاستر البيعي، اصبح بالنسبه لك فرصه لليه؟ شراء، صح؟ لما يرجع يختبر كده فرصه انك تعمل ايه؟ تشيل. وضحت؟ واضح يا شباب؟ يبقى ده لما هنيجي نتكلم هنا على استخدامات الكلاستر. اوكي؟ واضح؟
يعني هي بالنسبه لك محطات، انت عندك محطه. تخيل معايا يا شباب ان انت راكب ترين رايح مثلا، اللهم بلاش، راكب قطر او راكب طياره ورايح من مصر رايح مسافر الصين، جميل، وعندك ترانزيت في دبي. فانت اول ما بتوصل دبي انت مش عارف الطياره دي نفسها هتعرف تكمل للصين ولا لا. فاول حاجه بتعمل ايه؟ بتنزل تقف على جنب ولا لا؟ تمام، اول حاجه بتعملها تنزل تقف على جنب ولا لا؟ بتقف، مظبوط. لما تيجي يقول لك خلاص الطياره هتطلع الصين، قدر انها تطلع، هتركب الطياره ولا لا؟ نفس المبدأ، انا خلاص وصلت المحطة اخرج، استنى حركة، حصل اختراق، اعادة اختبار، يبقى بالنسبة لنا فرصة للايه؟ للدخول. واضح؟ لو واضح اكتبوا لي واحد، تمام؟ طب نيجي لموضوع اخر بند عندنا، اخر بند عندنا اليوم اللي هو قوه وضعف. يعني ايه قوه وضعف؟ ازاي تعرف ايه كلاستر بقى ومن كلاستر محدد الدنيا؟ اهم مبدا عندك في القوه والضعف الفريمات. يعني لو انت بترسم على اسبوعي اقوى من انك ترسم على ايه؟ يومي. يعني انا عندي هنا لو عملت كده، يعني مين اقوى؟ الكلاستر الاسبوعي ولا الكلاستر اليومي؟ ها ايه رايك مين اقوى؟ يعني مثال، اديك مثال جدا، يعني انت هنا وصلت كده لمنطقه كلاستر اسبوعي، خلاص انت طالع تك 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 كده، ده اسبوعي وده ده، وده كان كلاستر يومي. مين اللي ليه قوه؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي فوق الاسبوعي. ونجيب المبدا الاساسي، انت هتعمل ايه؟ ما انا ممكن اجي هنا ويحصل نزول لتحت، يعني انا جاي من الاسبوع لليوم، فوارد جدا ان الاسبوع يصير اقوى من اليوم. ركز مع الحته دي، يبقى انا هنا مش هقدر ادخل الا بتاكيد، او ان انا ما اقدرش ارس. طيب لو السعر جه من اليوم هنا وقدر يطير يخترق الاسبوعي، يبقى ايه رايك في ده بعد كده؟ مهم ولا مش مهم؟ ما دام اليومي قدر يغلب الاسبوعي، يبقى ساعتها اليومي ده حديد ولا لا؟ مهم، الله ينور عليك، دايما هنحفظها بعدين، دي قواعد بعدين ناخدها، اللي هو مين اللي لو عندي شيء قوي جدا 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 وفي حد قدر يغلبه يبقى ده اقوى منه، تمام؟ ودي حاجات قدام بنقدر ايه؟ نغطيها. متفقين؟ واضح يا شباب؟ واضح التسلسل؟ موضوع بسيط، ما هوش يعني اتس نوت كيمستري، موضوع بسيط. يعني يلا الان انا هعمل تطبيق سريع على شارت زي العملات اهو، نفس الموضوع بس انا هنا ادي شارت، بس انا عايز ارسم على اليوم. اوكي، الترندات اخر حاجه هنتكلم عن الترندات. الترندات انك انت بترسم الترندات، فالترندات لما تتوافق مع حد فيهم برضه بتزيد اهميه. ادي لاين شارت، انا عايز ارسم، ادي هنا مثلا حاجه ارسم الخط ده مثلا، ادي قمه قاع، قمه قاع لو عملنا كده اهو، لو جيت كده ادي قمه وقاع اهي، نفس الاكشن هنا، حاجه اقول الخط ده مهم ان ادي 1 2 3 اهو. طيب هنا نفس النظام، ادي لو جيت رسمت على القمه دي حلو، ادي 1 2 3 او انزل تحت شويه عشان القمه وقاع دي. اوكي شوف الحين برسم، بص ازاي زي ما شايفين انا هنا قاعد عمال ارسم بسهوله وسرعه. بص هنا قاع قاع قاع، قمه قمه، يبقى خلاص لا كده رسمت القمه وقعت، اقلبها ايه؟ شموع، ادي الشموع، عملت البوكسات، ادي البوكس الاولاني، ادي البوكس اهو، بعدين جيت هنا نفس الاكشن اللي هنا ده، ادي القمه من هنا بوكس بيع تحت، هرسم لتحت ده كله. اوكي وانا مسحت اللي فوق ليه؟ اه مسحته الناس اهو منطقه، وادي اللي فوق سري، لما ادوس على كنترول شيفت اهو، كل دي انا هنا قدرت احدد ايه؟ المناطق اللي عندها البيع او الشراء، مناطق الشراء والبيع، صح ولا لا؟
مطبقين؟ ده رقم واحد. طيب نيجي للي بعده. الان انا قلت بعد كده هبقى ارسم ايه؟ الفيبو. طب الفيبو هرسمه ازاي؟ ببساطه، مش ده اخر قاع؟ دي القمه اللي فوق ايه؟ صح؟ هل انا تجاوزت القمه دي؟ انت تجاوزتها؟ يعني الدنيا تبقى كلين او مش واضحه، قولوا لي هل انا تجاوزت القمه دي؟ لا، صح؟ يبقى الى الان شغلي في الفيبو كله اللي هو الايه؟ الهابط، صح ولا لا؟ اهو. طب انا هنا عندي ال 38 وال 50، انا عندي ال 38 هنا زي ما انت شايف. ادي ال 38 اهو، ما عنديش خالص غير عند الليفل ده، هقوم حاطط خط هنا او بنفس الخط اللي هنا، واقوم معلم ان دي منطقه بالنسبه لي فيها تداخل، يبقى دي اول كلاستر بدا يتكون عندي، صح؟ اول كلاستر بدا يتكون عندي هنا، جميل؟ طيب نيجي اللي بعده. يلا الان انا عايز ارسم. طب الموجه دي لو نزلت دي ويفا تصحيحيه، لو نزلت لتحت اقوم راسم عليها دي بالعكس ده كده بالعكس، عشان احدد فين المستويات. قلنا ال 161 اهو، ال 127، ال 261، وفي عندنا ال 127. واضح؟ واضح يا شباب؟ بس طبعا مش راسم بدقه قوي عشان بس السرعه. تمام؟ يبقى دي كلها بالنسبه لي كده بحدد المستويات بتاعتي، جميل؟ طب هنا ادي ايه الاكشن؟ بعد كده قلنا ايه؟ يلا فكروني. قلنا بعد امتداد الفيبو بنحدد المناطق ايه؟ المشتركه، بعدين شمعات الفوليوم العالي. خلص كل اللي عليك هنا فيو، تقدر هنا رايت كليك اهو جريد سوري فوليوم، شمعات الفوليوم العالي. فين الفوليوم العالي؟ يعني مثلا زي دي، دي فوليوم عالي، شايفها؟ شايفها دي كانت بالنسبه لك هاي فوليوم اهي، واضحه؟ فدي شمعة فوليوم عالي، فهقوم هنا معلم على الشمعه ايه؟ دي اهي. طبعا فين المنطقه المشتركه اللي فوق؟ فهنركز على المنطقه المشتركه اكتر كتير خلال نديها لون مثلا زي اللون الاحمر. اوكي؟ هوصفه لك تاني، هرسمها كتير تاني. واضحه الان؟ الان دي بالنسبه لك ادي فوليوم، فيها فوليوم، فيها لاين، فيها منطقه، يبقى الان دي الان اعلى كلاس، انت بص ما تخبط فيها يا دوب ايه؟ وراح تك نازل. واضح؟ نفس الكونسبت لو انا عندي فوليومات عاليه ثانيه، خلينا نعمل زوم اوت، بس عملت زوم اوت كده عشان ابدا بس اشوف هنا مثلا فين. خلينا نعمل زوم. طبعا في ادوات للفوليوم بترسم اكتر الفوليوم، يعني مثلا ادي الشمعه دي، شايف الشمعه دي؟ الترا هاي فوليوم، خلاص يبقى انا بالنسبه لي دي بالنسبه لي ايه؟ منطقه. بس بص الماركت لما نزل تحت رجع اختبرها بقى عمل ايه؟ داون. الان هنا، الان هنا خلي بالك في فوليوم عالي بدا يتكون، لو نزلت هنا يبقى اي رده للبيع ولا لا؟ صح؟ واضح يا شباب؟ طب تعالى هعيد بس حته الحته بتاعت هنا بتاعت اللهم صل عليك الفيبو عشان مش واضحه. هنا همسح الشرط خالص، اسمعناش بس همسح الشرط بس اوضح لك الدنيا. مش دي اخر قاع اتكون؟ صح؟ ادي القمه بتاعته، دي القمه. هل احنا تجاوزناها؟ هل تجاوزنا القمه دي يا شباب؟ لا. يبقى انا بالنسبه لي شغله كله الى الان ايه؟ بيع، خلاص او مراسم الفيبو عامل كده. اوكي؟ كل اللي بيهمني في منطقه الفيبو في الحته دي كلها هي المنطقه اللي ما بين ال 38 وال 61. لما بتتوافق مع فيبو شرائي او بيعي إيه؟ بقول ان ده منطقه مهمه، تمام؟ اوكي؟ واضحه؟ واضحه؟ طيب دي الموجه العكسيه، دي الموجه العكسيه الان، دي الموجه الرئيسيه ودي العكسيه. فانا الى الان كده اقدر ارسم بالعكس عشان احدد امتدادات الموجه دي فين. يلا ادي امتدادات الموجه ال 160 ال 200 61 وتحته 127. واضح؟ انا عارف اني طولت، انا عارف ما بحبش اعمل محاضرات مؤخرا طويله عشان الناس ما تتوهش مني. واضحه يا شباب الخطوات؟
طيب ايه المطلوب منكم يا شباب؟ يلا ايه المطلوب منكم؟ ايه المطلوب منكم؟ مطلوب منكم الاتي: رقم واحد، انك لازم تطبق، لازم تطبق. انا ده بص هبعت لكم على الشات في الكويشنز، خليكم معايا. فين انا كده؟ اي كويشنز، سوري، اهو سنت اول ده في التليجرام، ده المعرب بتاعي. اوكي سنت اول ده المعرب بتاعي، وصل لكم يا شباب؟ وصل لكم المعرف؟ اوكي جود. ده المعرف بتاعي في التليجرام، هتخش تكتب عليه، تبعت لي الصوره، قول لي ده الرسمه كده، هننجحها مع بعض. تيجي تقول لي الرسمه دي مظبوطه، طب ده لا ده غلط، طب وخدها واحده بواحده، ابداها زي البازل. ايه الميزه؟ بص يا شباب، الحلو انك لو عملت الكلام ده بترتيب، انت هتلاقي المركز عندك متقسم شرايح، خصوصا مثلا على الاسبوعي، على يعني انت لو عايز تضرب على الساعه لازم ترسم على اليومي، عايز تضرب على اليومي لازم تكون راسم على الاسبوعي، فاهمني؟ عشان يبقى هي دي بالنسبه لك المحطات الرئيسيه او الاكشن اللي عندها حركه، تبقى حركه مهمه. تمام؟ واضح؟ ده التليجرام اللي انا بعتوكوا، ده التليجرام وصل لكم يا شباب صح؟ ايه هب اد ايه هوب، تضغط عليه في التليجرام بيظهر المعرب بتاعي على طول. جميل؟ وده المعرب بتاعي في تويتر برضو، هو ظهر ولا ما ظهرش يا شباب؟ انا مش عارف ظهر لكم ولا لا، انا عملته ايه بلاش نكتبه لكم هنا على الشاشه. يلا اهو ادي ده المعرف في التليجرام، تليجرام برنامج شات زيه زي الواتساب، تقدر ايه تستخدمه بالمعرفات. ده المعرف بتاع في التليجرام، ده المعرف بتاع في تويتر. واضح يا شباب؟ ظهرت الشاشه؟ لا اضغط اسمي لو على اي ات هوبلس هيظهر، انا مش القناه بس، لو ده انت تقدر تشيد معايا. حلو؟ واضح يا شباب؟ طيب يبقى انا الان هعيد خطوتين بالترتيب، هتعمل الاتي: المطلوب من كل واحد حاضر، اولا 40 بني ادم، 42 بني ادم حاضرين الان، يعملوا تطبيقات من اول على تايم فريم. وصلني فؤاد لسه باعت لي سلام. طيب الان اول نقطه عندك انك ترسم على الاسبوع، ارسم كلاستر، اقرب تو كلاستر فوق وتو كلاستر تحت، تمام؟ مبدئيا ده اقرب شيء. جميل؟ رقم واحد، هتبعت لي تطبيق هنتناقش فيه وهعرضه لبعض الشباب، انا هشارك بيه الناس، هحطها على القناه، هقول في القناه ان دي مشاركه من فلان ودي تطبيقات ودي الدنيا، بحيث ان يكون عندنا. اوكي؟ بعد كده المحاضره مسجله، بعد كده هنبقى في محاضره ثانيه هعملها على النماذج. مش احنا اول كلام خالص قلت لك اتجاه مكان نموذج صح؟ نتكلم عن النماذج، النماذج دي شموع، يعني يا عم شمعه بلع شمعه، شمعه قمر، وات ايفر ايا كان مسمياتها، لما تجيلك عند كلاستر لها معنى، تمام؟ واضح؟ هي دي الخطوات اللي احنا هنمشي عليها، بس لازم التطبيق، لازم تعمل الاكشن، لازم تبعت اكتر. واضح يا شباب؟ ان شاء الله هيبقى في محاضره ثانيه اول السنه. الله يبارك لك، الشرف ليا. في محاضره هتكون اول السنه عن النماذج، عن الشروط، عن الدخول. في برضه محاضرات هحطها على الجروب، انا كنت مسجلها قبل كده عن الشموع اليابانيه، ممتازه. وبعد كده ممكن نعمل حاجات متقدمه في العرض والطلب. خطه السنه الجديده عشان تبقوا عارفينها الاكاديميه، هيبقى في تقسيم للمحاضرات المجانيه. اوكي؟ هيبقى في عدد كتير. اثنين، كل الدورات او معظم الدورات هتكون اسعارها مخفضه عن الاول بكتير، لان بقت المحاضرات كلها مسجله، ويبقى عندنا في موقع زي يوديمي وكوبونات بتدخل تلاقي في ديسكاونت 50% 60% على الدورات، تلاقي الدوره في حدود 100 دولار و50 دولار وبعض الدورات هتوصل ل 30 40 دولار، تمام؟ في مواضيع جديده هنخش فيها، هنبدا نتداول لايف في البيني ستوكس، هنتداول لايف في الاسواق خارج المقصوره، هنتكلم اكثر عن السوق المصري، السوق السعودي، كل الامور دي بننطع. انا حاجات جديده خاصه بالعملات، يعني اللي هيكون فاتح تحت وكالتنا هيستفيد تقريبا من معظم الكوبونات والخصومات اللي بتيجي باستمرار، هياخد حاجات فري. تقريبا فتحنا مع كل الشركات، وده بس بريف سريع لكل اللي احنا بنعمله.
اي حاجه انا حاضر ان اجاوب عليها. طبعا لو ما لحقتش ارد النهارده لان انا شغال من بدري قوي، فبكره ان شاء الله ان شاء الله هكون جاهز فول سبورت ان انا جاهز ارد على الجميع. فاي استفسارات يا ريت نشارك تطبيق. يا شباب عمرك ما هتتقن التداول بالفرجه، هو لازم تطبق، لازم تغلط، لازم تخسر، مش عيب ان احنا نخسر. انا واحد من الناس احيانا بخسر واحيانا عندي اكونتات بتكسب واكونتات بتخسر، ده طبيعي، ذا واي اوف ذا بزنس، وبتتعلم من اخطائك. ان انت الفكره كلها احنا في التداول ده زي الصيد، تنزل البحر فيوم بتقع ويوم بتقوم، المهم انك تستمر تستمر ثم تستمر ثم تستمر، هو ده قوتك في التريد. تمام يا شباب، ان شاء الله هنبدا سنه جديده مع بعض يكون فيها تركيز تركيز فيها نجاح للكل. ان شاء الله هنرجع اكثر من اقوى من الاول، وان شاء الله يكون في فايده للجميع. اي اضافه يا شباب؟ لو كله اوكي تكتبوا لي واحد عشان الحق اروح اتغدى، انا ما اتغديتش لسه، او حد يغديني يعزمني على الغدا. الله يبارك لك يا حميد، يا زين يا حبيبي، الله يحييك الله يحييك والنعم حبيبي. يلا على خير، المحاضره مسجله هتترفع بكره ان شاء الله، وباذن الله تكون اكون معاكم اونلاين باستمرار. فوق الامر عبد الله، فوق الامر، يسلم لي قلبك، السلام عليكم.